اليوم رح نحكي عن موضوع يمكن بيعانوا منه قسم كبير من الأمهات، وهو الانطوائية عند الأطفال والخوف من التعامل مع الآخرين. شو أسباب الانطوائية وكيف ممكن نساعد الطفل لحتى يخرج من هي يمكن العادية اللي عم بيكون فيها؟ شو سببها كمان رح نحكي عنها بالتفصيل مع الدكتور أنس حتى استشاري أسري وتربوي. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك. يعني بالبداية دائما الأهل بيكونوا بيحبوا الطفل الحرك، فبيقولوا انه طفلي حرك واجتماعي، بيمزح مع الكل، بيضحك مع الكل. في نوع من الاطفال بيقولوا عنه خجول. امتى مرحله هي الخجال بتصير بتخوف، بنصير بنقول هذا شخص انطوائي ما انه خجول؟ تمام، يعني خلينا نقول مرحله الخجل هي تسبق مرحله الطفل الانطوائي. يعني الطفل الخجول خلينا نقول يعني هو ضمن حدود معقوله، مضمون. الاهل ما بتخاف كثير وتقولوا ابني خجول، ما بيرضى يسلم مثلا. تمام، يعني الشيء هذا بنحسن نطوره بسهوله حتى نتجاوز مرحله الخجل. لكن وقت وصلنا لمرحله الانطواء صار في الطفل عنده مزايا خاصه، صفات خاصه، هالشيء هذا لازم نشتغل عليه اكثر لحتى نحسن نتجاوزه بسهوله وما يصير عادي عند الطفل عند الكبر. اكيد طبعا الطفل الانطوائي طفل عنده صفات، اذا نحن انتبهنا لهالمؤشرات هي على بكير بنحسن نحن نتجاوزها بسهوله. لكن اذا قلنا انه لا انا ابني خجول عادي، ما في شيء فوق الشيء الطبيعي، ممكن انا انه استنى شوي، بحسن انا اتجاوز هالموضوع هذا السنه الجايه بس ليروح على المدرسه، بس لحتى يصير مثلا بالابتدائي هالشيء هذا. وقت نحن عم ناجل هي عم تكبر القصه، ولازم نحن دغري نلاحظها من البدايه ونعالجها بالبدايه. اكيد خلينا نحكي عن اهم المؤشرات دكتور يلي من خلال على الام بتعرف او بتبلش تحس انه ابنها بلش يفوت بمرحله الانطوائيه، وهذا مانه خجل، بالعكس الامر متطور. يعني تمام، الحقيقه الطفل الانطوائي هو طفل يستمد طاقته من وحدته، يعني بيكون مبسوط وهو قاعد لحاله، والشيء هذا بيصير وقت بيعيش بمنعزل عن العالم وبيمارس نشاطاته لحاله. هذا الطفل على فكره بيكون انسان طفل مراقب، يعني بنحسه انه قاعد لكن عم يتفرج على الاطفال اللي عم يلعبوا، او قاعد جنب امه مثلا وعم يراقب شو عم يصير حديث، او قاعد مع ابوه عم يراقب شو عم يصير مناقشات لكن ما بيتفاعل معها، قاعد بس عم يتفرج. هذا الطفل حساس كثير، يعني بجوز مثلا اي كلمه مزعجه بالنسبه له دغري تنزل دمعته، بانفعالي. اوقات اذا انضغط بنحسه انه بجوز يصرخ، بجوز يعيط، بجوز يطلع من الغرفة، بجوز يطبش الباب، بجوز يخانق اللي قدامه. انفعالي أكثر من الأطفال الطبيعيين العاديين. هذا الطفل بيحب يقعد يلعب لحاله، بيحب حتى يمارس أي شيء بحياته لحاله. هلا من الميزات اللي بدنا نحسن نقولها إيجابية إنه هو أي فكرة خطرت على باله أو مثلا انطلبت منه بالمدرسة بيبحث فيها لحاله على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بيطلب من حدا إنه يدور له عليها. لكن هي كمان إلها سيئات، إنه هو بيقعد كثير على يمكن حتى هي من أسباب الانطوائية. أكيد طبعا هي بتزيدها بشكل كبير كثير. لكن هذا الطفل بنلاقي بيحب الحياة هي، انه من خلال التواصل الاجتماعي بيحسن يمارس كل نشاطاته. هالطفل هذا بلشنا نحن ننتبه انه ابني عنده هالمؤشرات هي، ما بيعرف يبني علاقات، صداقاته غير متينه، يعني حتى الصداقات هي قليله جدا وما بيحسن يحافظ عليها. يعني بنلاحظ انه ابني عنده صديق او عنده صديقين لكن بعد فتره تخانقوا وما رجعوا تصالحوا. تسألي الصديق ليش ما المشكله عنده، ما عم يحاول انه يصلحها مثلا. هالطفل هذا اذا نحن بلشنا ننتبه انه هالطفل، لا انتبهوا يا اهل، هدول مؤشرات، واذا كبروا واذا كثرت هالقصه هي الطفل كل ماله عم يزيد بانطوائيته. نعم، لازم نحن دغري نلاحظ الشيء هذا وننتبه. تمام. اكيد. طيب دكتور، كمان يعني بعض الحالات بتتطور وممكن تاثر بحياه الطفل مو بس اجتماعيا او حتى اسريا، ممكن تاثر بالتعليم حتى، ممكن يتاثر تعليمه. لاي درجه ممكن تعتبر الانطوائيه هي صفه حاده او هي صفه مؤذيه لحياه الطفل وتشكيله؟ طبعا هي بالحقيقه بجوز تنتقل لمرحله تعليميه، بنلاحظ انه الطفل ما عاد يهتم كثير بعلمه بدراسته، لانه هالشيء هذا بيخليه، لانه هو بالاساس
نشاطه، حيويته، حبه للحياة، حبه لممارسة الحياة هي بجوز بعيدة عن الدراسة. بيحب مثلا يقعد على التواصل الاجتماعي وخصوصي اليوتيوب. يعني بنلاحظ ان الاطفال الانطوائيين اغلب قعدتهم على اللابتوب او على الموبايل بيشوفوا افلام يوتيوب، والشيء هذا ضار جدا. اولا عم يقطر جدا تفكيره، عم يخليه ضمن حدود الفيلم اللي عم يشوفه او الشيء اللي عم يتابعه او المجال اللي عم يتابعه. اوقات مثلا بيشوفوا عده افلام لمجال واحد، هالشيء هذا بيساعد انه الطفل يصير يبعد كثير عن دراسته ويصير يحاول انه انا بلحق بعدين بيأجل. والاهالي ما عم ينتبهوا، بيقولوا انه انا الحمد لله ابني راكن وقاعد على اليوتيوب، بيخسر التجربه والتفاعل، بيخسر كثير شغلات بحياته. اكيد طبعا، والشيء هذا بياثر على دراسته وعلى علاقاته وعلى بناء علاقاته. تمام، اذا بدنا نحكي اليوم عن خطوات اوليه للاهالي كيف يتعاملوا اول شيء مع الطفل الانطوائي، وبنفس الوقت كيف بيقدروا يخرجوه من هي الحاله اللي يمكن هن كانوا سبب من اسبابها ببدايه تعرضه الطفل لهي الحاله. طبعا اذا نحن بدنا شفنا هاي المؤشرات هاي والاهالي عندهم هالوعي اللازم انه انا بدي اتجاوزها بسرعه، اول شيء ننتبه له هو التركيز على نقاط القوه عند الطفل. نشوف مثلا انه هذا الطفل مثلا بفكر بطريقه رياضيه، بنحسن له موضوع اهتمامه بالرياضيات مثلا، دور على ميوله، يعني على القراءه، على الميول. هالشيء هذا بيحسن انه نحن نطلعه من جو الانطواء اللي هو عايش فيه. الشيء الثاني لازم يعبر عن مشاعره. الطفل الانطوائي ما بيعبر عن مشاعره، ليش زعلان ما بنساله، ليش فرحان ما بنساله، شو صار معك اليوم بالمدرسه شيء فرحك ما بنساله. هالشيء هذا عم يخليه يروح باتجاه الانطوائيه. لا، نحن لازم نخليه يعبر عن مشاعره. وكمان شيء ثاني، يعبر عن ارائه، حتى لو كان على فكره الموضوع اللي عم يتناقش فيه داخل البيت موضوع اكبر من سنه، خلينا نقول هو حب انه يقول رايه، لازم نسمع رايه. هذا الراي حتى لو بعدين احنا ما بنطبقه، او بجوز مثلا بنقول له بنطبقه لكن مثلا السنه الجايه او المرحله الجايه، او بنطبقه اذا صار هيك. يعني احنا بنضل معه ايجابيين حتى مع ارائه، يدافع عن حاله. الطفل الانطوائي اذا مثلا عم يلعب مع طفل اخر والطفل هذا اخذ له لعبته، ما بيحاول ياخذها، نحن بدنا نشجعه انه هو يدافع عن حاله حتى يخرج من الانطوائيه هي. نساعده على بناء العلاقات. الطفل الانطوائي ما بيحاول انه هو يبني علاقاته لحاله، لذلك نحن بدنا نساعده حتى لو اضطرينا مثلا انه نعزم اصدقائه اللي بالمدرسه بصفوا لعنا على البيت، او نساعده مثلا على اللي باعماره من الجيران، نحن نبني علاقات مع الاهل حتى الاطفال يبنوا علاقات بعد ذلك. كمان لاحظنا انه الطفل الانطوائي تربيه الحيوانات بالبيت بتساعده على الخروج من الانطوائيه. كمان يفضل انه نسجله بنوادي صيفيه. النوادي الصيفيه هي غالبا الهدف الاسمى لها والهدف الرئيس لها هي انه العلاقات الاجتماعيه، الاطفال يكون بيناتهم علاقات اجتماعيه بالاضافه لهدف النادي الرئيسي ان كان تعليمي او رياضي. الشيء المهم اللي احنا اوقات بنلاحظ انه الاهالي ما بينتبهوا له اللي هو الانتقاد الدائم. الانتقاد الدائم يؤدي الى الانطوائيه، معناتها نحن بدنا نخلص من الانطوائيه لازم ما يكون في انتقاد لابننا، على الطلعه والناس انتقاد انتقاد، اذا شعره طويل عم ننتقده، اذا شعره قصير عم ننتقده، اذا حكى كلمه بنتمسخر عليه، السخريه كثير بتاثر على الذهاب باتجاه الانطوائيه. كمان في شيء مهم كمان الاهالي لازم ينتبهوا له، هي ضخ كميه كبيره من الحنان والحب لابننا. مو بالضروره نحن ابننا اذا قلنا له بنحبك معناتها هالشيء هذا كافي له، لازم نعبر هالشيء عن هالامر هذا بالاحساس. الاطفال هن اطفال حسيين، بيحبوا شيء يكون مو بالكلام فقط او مو بالفعل، بيحبوا انه يكون يعني مثلا نحضنه، نقعده جنبنا، نمسح على راسه، نحط ايدنا على كتفه، نحاكيه حكي بيحس انه عم يطلع من القلب. كثير نحن عندنا مثلا انه والله انا بحضن ابني لكن اذا اشتقت له، لا، لازم كل يوم تحضن ابنك، وكمان بحضن ابني ثانيتين، 3 ثواني، 4 ثواني، 5 ثواني، ما بكفي، اقل شيء لازم تكون 20 ثانيه حتى يكون. على فكره اذا جربوها الاهل
ولاحظوا انه عم نساويها بشكل يومي، الاستفاده هي للاهل اكثر من الابن. الحضن بشكل يومي لمده 20 ثانيه لكل طفل من اطفالنا هي فائده للاهل قبل ما تكون فائده للابن. اكيد. يعني دكتور اليوم اعطيتنا كثير نصائح مهمه، خلينا نحكي يمكن عن العبارات الخاطئه واللي هي ممكن تاثر بتشكيل الابناء بشكل عام. يعني مثل ما قلت في انواع من التصرفات، كمان في انواع من العبارات هي خاطئه وفي انواع ممكن تشجع. أكيد مثلا طبعاً. مثل شو رايك، فكر معي. خلينا نحكي عن هدول النصائح ممكن يستخدموها يوميا الاهل مع ابنائهم. بداية كلمة لا عند الطفل الانطوائي عم تسبب عنده مشكلة كبيرة كثير. نحن بنحسن كلمة لا نفسها، نحن ما لنا موافقين على الشيء اللي بده يصير او الشيء اللي عم يطلبه، لكن كلمة لا عم تكون كثير تأثيرها سلبي. عوض لا نحن نستعيد بكلام آخر، انه شو رأيك بالفكرة الفلانية؟ انه نحن نطبق هالفكرة هي، عوض هالفكرة هي. طيب شو رأيك تعال نفكر معنا أنت وقلنا أنت شو رأيك إذا الموضوع سلمناك إياه إلك أنت القائد مثلا رحلة سيران، بدنا نطلع سيران، أنت قائد هالسيران هاد، شو بدك تساوي؟ شو الخطوات هي؟ بقلنا هالخطوات هي بجوز على فكرة يكون 70% منها غير مناسبة، لكن وقت يحس الطفل إنه نحن مشينا بال 30% اللي هي مناسبة وبتناسب الشيء اللي نحن بدنا نساويه وهو قاله، بالحقيقة كافية له، وما حينتبه على فكرة إنه 70% نحن ما ساويناها، لأنه الشيء اللي بده إياه صار. هذا نحن بنسميه التحري الإيجابي. التحري الإيجابي أوقات نحن بنبحث بشكل عام، بنبحث عن الإيجابيات والسلبيات بأي موضوع، لكن السلبيات نحن ما بندقق عليها، بنشوفها بنقارنها مع الشيء اللي صار ونحطها على جنب، مو ما بنشوفها لأنه هي درس، والإيجابيات بنركز عليها كثير. كمان الطفل نفس الشيء عنده تحري إيجابي قبل التحري السلبي. هلا بجوز نحن وقت نكبر أكثر بصير مختلفة عن أكثر، لكن الطفل بيفكر بطريقة إيجابية قبل الطريقة السلبية، لذلك بيبحث عن الشيء الإيجابي قبل السلبي. تمام. اقترح هو مقترح نحن أرجيناه اللي سويناه منه حتى لو كان قليل كثير، لكن هو كافي بالنسبة له. تمام. هذا كثير مهم. كمان الشيء اللي بنلاحظه عند الأطفال الانطوائيين اللي ليش بيروحوا بهالاتجاه هذا هي كلمة بس أو لكن أو استنى شوي. هي كلمة بس على طول هي بتزعجه جدا، انه نحن حنساوي لك هالشغله هي والطلب اللي انت طلبته حيصير بس السنه الجاي، بس تعمل عشتي هيك او بس بعدين، بس قبلين. نزعنا له كل احلامه وخلص صدمنا له الولد. على فكره هي كلمه بس تنفي ما قبله. تمام. وبالعقل الباطن بيجينا انه بس لحتى نحن نحكي موضوع، بنقول بس نفينا كل الموضوع اللي قبله، صفي عم نستنى الشيء اللي بعد بس. لذلك والطفل طبعا بيشتغل عقله الباطن بشكل اكبر بكثير من عقله الواعي. أكيد. لذلك بنلاحظ انه كلمه بس ضربت له كل احلامه، لذلك نحن ما حنقول بس، خلينا نقول و، يعني نحن ايه حنساوي هالشغله هي إيه، و خلينا نحكي لما تساوي هالشغله هي، يكون في لها شرط من اصول التربيه انه اي شيء نحن ما بدنا نساويه او شيء صعب شوي او شيء عرفان انه الطفل انه هو طلب كبير انه يكون في له شرط او يكون له هدف اخر لحتى يتم تنفيذه. نعم. يعني دكتور بالنهايه مثل ما بنقول دائما نحن انه التعامل مع الطفل قديش لازم يكون في قسم كبير من اللباقه، اللطافه، نعرف نختار المفردات اللي بتناسبه، لانه الطفل هو شخص ذكي، انسان ذكي جدا، واعي، لو نحن يمكن ما بننتبه كثير اوقات انه هو بيحلل وبيفكر وقادر انه كمان من خلال تصرفاتنا نحن يبني شخصيه مستقبل كامل. فشكرا كثير لك دكتور على النصائح اللي دائما بتقدم لنا اياها. شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتور ولوجودك معنا.